يا شوف يعني طبعا يعني من حزن الطالع ان احنا قبل ما نزل الستار على 2021 كان عندنا موافقه هيئه الرقابه الماليه على تسجيل 3 شركات جديده، وطبعا طبقا لقواعد القيد وشطب بالاوراق الماليه في البورصه المصريه اللي بيصدر بها قرار من مجلس اداره الهيئه، كان احنا بندي الشركات مهله شهر من تاريخ التسجيل لاتمام اجراءات القيد والطرح والتداول في البورصه المصريه. ال3 شركات اللي وافقت عليهم هيئه الرقابه الماليه منهم شركتين اوريدي هم مستوفين شروط الطرح، وبالتالي لان عندهم نسب تداول حر حوالي 60% 62% وعندهم عدد من المساهمين بيتعدى الحد الادنى المطلوب للقيد في البورصه، وبالتالي هذه الشركات مش محتاجه تطرح لان هي اوريدي جاهزه للتداول مباشره. وده اللي شفناه النهارده، احدى الشركات بتتداول النهارده في بورصه المشروعات المتوسطه والصغيره اللي هي بورصه النيل، الشركتين التانيين واحده منهم مستوفيه للشروط والاخرى محتاجه تطرح. اعتقد طبقا لنشر الطرح الهيئه بتراجعها دلوقتي نسبه الطرح هتبقى حوالي 45%، القيمه العادله لهذه الشركه حوالي 3.5 مليار جنيه، وده من هذه الشركه كانت اوريدي مفترض تطرح اظن في بدايه السنه دي او نهايه السنه اللي فاتت، ولكن ظروف لم تكن مؤامه. النهارده يعني بتدي رساله مهمه جدا ان ظروف السوق افضل بكثير، وبالتالي هتكون في عمليه طرح خلال شهر. نتكلم على الطرح او المفترض طبقا للقواعد يكون خلال شهر من تاريخ موافقه الهيئه، وافقت يوم 24 اعتقد الخميس اللي جاي، فهم عندهم مهله لغايه 23 يناير للطرح. انما كمان بتدي رساله مهمه انه الظروف بقت افضل، ويمكن شفنا حتى في الربع الاخير شفنا طرح اي فاينانس اكبر طرح في تاريخ البورصه المصريه، من ابو قير، وشفنا كمان ال 10% من حصه تمويل الاسمده. فاعتقد كمان الحكومه على السيد رئيس مجلس الوزراء يعني دايما بيشدد على موضوع الطروحات وبيبذل جهد كبير، وحتى في كل اللقاءات اللي بتتم ومطالب الهيئه في هذا الاطار في استجابه طيبه جدا من الحكومه، ودوله الرئيس الوزراء بيتابع بنفسه هذا الموضوع. فاعتقد يعني العجله بدات تدور في موضوع الطروحات، وانا شايف ان 2022 هتبقى بدايه مبشره في هذا الاطار، مش بس على مستوى الطروحات الحكوميه، لانه دايما بيبقى لها تاثير زي ما بيقولوا كده الناس الانجليز بيل اوفر افكت، يعني فيها عدوى بتتم للقطاع الخاص، فهنلاقي كمان وجود يعني اقبال من القطاع الخاص على عمليه القيد والطرح. يعني احنا كده بنتكلم ان مفيش مد لمهله الشركات؟ لا، الحقيقه دي حته مهمه جدا، لان احنا كان عندنا عندك حق المده تنتهي في 31 ديسمبر. اعتقد برضو احنا مقدرين الظروف اللي مرت بيها مش بس البلاد، العالم كله في موضوع الكورونا وتاثيره على يعني اتخاذ الشركات لخطوات بزياده حجم الاستثمارات وتوسيع قاعده البنكيه. فاعتقد الحمد لله مجلس اداره الاسبوع اللي جاي هعرض على مجلس اداره الهيئه اقتراح بمد المهله 6 اشهر ثانيه، وانا عارف ان المجلس الاداره متفاهم لهذا الاطار، انما يعني القرار لازم يصدر مجلس اداره، هو الجهه المنوط به هذا الكلام، وهو مطروح على مجلس اداره الاسبوع الجاي. كده حاليا كم شركه مقيده لدى هيئه الرقابه الماليه؟ لا يعني الشركات مقيده في البورصه المصريه، الشركات مقيد ليها اوراق ماليه استعدادا للطرح. لما هم الشركات اللي احنا وافقنا على تسجيلها، دايما لما بتكلم على شركات دايما بتكلم على الشركات اللي هي جاهزه لاستيفاء الاوراق. يعني في طبعا بعض الشركات بتتكلم عليها الرقابه الماليه، بس انا يعني دايما ما بحبش اتكلم على اسماء الشركات، ده حق حصري اليوم اكثر منه لهيئه الرقابه الماليه، انا دايما بنعلن لما بتكون في حاجه استوفت اوراقها في هذا الاطار. اذا حضرتك بتاكد لينا كمان طرح ماكرو جروب في الربع الاول من العام يعني القادم؟ يعني طبقا للقواعد اللي هم قدامهم شهر من تاريخ موافقه الهيئه في 24 ديسمبر وعندهم لغايه 23 يناير، لو في اي ظروف هتستدعي ان هم ياجلوا او ياخدوا اي قرارات اخرى لازم ياخدوا موافقه هيئه الرقابه الماليه في هذا الاطار. دكتور عمران، في امر بيتم اثارته في السوق حاليا هو فكره الايقافات. في بعض المقترحات بتتحدث على انه ليه ما يكونش في 3 قوائم على سبيل المثال لاسهم يتم التداول عليها ب 5% 10% 20%، هل ممكن الهيئه تدرس مقترح زي ده؟ لا، احنا قعدنا في دراسات مهمه جدا ولقاءات مع أطراف السوق مع البورصة المصرية، ويعني في إجراءات بتتخذ وفي قرارات خدناها، ويمكن السيد رئيس البورصة كان خد أو لجنة القيد في البورصة خدت قرار بنقل بعض الشركات إلى حدود 5%، يعني حطينا بعض الضوابط في هذا الإطار. وأنا أعتقد يعني إن أوضاع السوق مستقرة بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، وحتى هتحس الكلام دهوت من أحجام التداول اللي موجودة، من احجام التداول بتدم على كل مؤشر من المؤشرات. يعني الهدف الرئيسي في الاخر ان انت بتضمن سلامه واستقرار الـ الاسواق الماليه بما فيها طبعا سوق راس المال، لانه دايما عنده ديناميكيه عاليه جدا، ولكن الهدف الرئيسي بتاعك ان انت تبقى البورصه مكان جاذب للاستثمارات، مكان جاذب لقيد الشركات، وتحاول تضع من الضوابط اللي هي تحمي المستثمرين بشكل كبير، وفي نفس الوقت تعمل على جذب مزيد من الشركات للقيد في البورصه المصريه. فيما يخص الشراء بالهامش، حجم العمليات وصل لكام دلوقتي؟ ممكن
ممكن كمان نشوف السماح لشركات أخرى غير صناديق الاستثمار وشركات التخصيم لتمويل العمليات؟ لا انا ما عنديش الرقم الاساسي، يعني كان في وقت المواد وصلنا لحوالي 8 ل 10 مليار جنيه حجم الشعب، يعني مش ده رقم مش كبير حقيقة، رقم قليل جدا، ولكن هي دايما الخطورة بتبقى في درجة التركز مش في حجم الشرب الهامش بشكل عام. انت بتكلمي على سوق رأس ماله حوالي 740-750 مليار جنيه، لو بتكلمي على هامش فقط 10% منه بتكلمي في 75 مليار جنيه. احنا بنتكلم على حجم شرب الهامش، اكبر رقم انا شفته كرئيس الهيئة كان 10 مليار. هو مش رقم الحقيقة مش كبير، ولكن هي الخطورة بتبقى اكتر في التركز، سواء التركز على عدد محدود من العملاء أو التركز على عدد قليل من الأوراق المالية أو نسبة كبيرة من حجم التداول الحر اللي موجود في ورقة معينة. إنما بصفة عامة يعني دي آلية من آليات السوق الموجودة، بس محتاجين إن هي يحسن استخدامها، وده اللي بقى له تأثير إيجابي على أحجام التداول وشكل التداول في البورصة المصرية. فيما يخص السندات، استهداف 21.5 مليار جنيه خلال العام الحالي، إصدارات ب 11 مليار خلال الفترة القادمة، نعرف تفاصيل من حضرتك أكتر. شوفي احنا يعني السندات التورية الحقيقة واخدة ترند مهم جدا، يعني طبعا احنا السنة دي هنختم اقل من السنة اللي فاتت، ولكن برضو الناس لازم تعرف ان السنة اللي فاتت كان في اصدار واحد فقط لهيئة المجتمعات العمرانية ب 10 مليار جنيه، احنا السنة اللي فاتت كنا 24.8 مليار جنيه. من ثلاث سنين فاتوا احنا كنا بنتكلم على احجام اصدار 5.2 مليار جنيه، وده اعلى حجم اصدار في العشر سنين اللي فاتت. جينا السنه اللي بعديها عملنا اظن 22 مليار جنيه، السنه الماضيه كنا 24.8، السنه زي ما حضرتك قلتي هنقفل على حوالي 21.5 مليار جنيه، باستثناء ان مع الفرق ان السنه ما فيش سندات لهيئه المجتمعات العمرانيه هي قيمتها 10 مليار لوحديها. فاعتقد الترند مهم جدا. الحاجه المهمه ان احنا اوريدي خلصنا 10 مليار جنيه، احنا الاسبوع ده بس في الاربع ايام اللي متبقيين في خلال هذه السنه هنوافق على حوالي 13-14 اصدار، دول بقيمه حوالي 11 مليار جنيه، فده رقم مهم جدا في وقت وجيز. الحاجه الثانيه برضو المهمه اللي عايز اقولها ان دي من ضمنها اول سندات خضراء تصدر في تاريخ سوق المال المصري، كان بحوالي مليون دولار بالظبط. الحاجه المبشره الحقيقه انه التوقعات خلال السنه اللي جايه، احنا عندنا حتتين مهمين جدا عملناهم. اولا احنا بعتنا تعديلات في لائحه تنفيذيه للسيد رئيس مجلس الوزراء عشان نضيف انواع اخرى من ادوات التمويل، سواء بنتكلم على سندات استدامه او سندات اي سي جي او سندات متعلقه بالتغير المناخي، ونفس القصه بالنسبه للتوريق ورسوخ التمويل. عملنا بعض الاطر المهمه جدا في هذا الاطار، بالاضافه مشروع القانون اللي اتوافق عليه في مجلس الوزراء اللي هو خاص بتوريق الحقوق الماليه الاجله. انا بعتقد الحقيقه ان دي هتبقى طفره مهمه جدا في مسار ادوات الدين في مصر، اعتقد دي هيبقى لها تاثير، يعني قد نرى مثلا زيادات 40-50% اذا ما تم اقرار هذا القانون في الربع الاولاني، لان في بعض الشركات بتتكلم على الهيئه في هذا الاطار. فانا اعتقد ده هيبقى منحه مهمه جدا في ادوات الدين في مصر. السندات الخضراء وحضرتك ذكرتها 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، في اصدارات قادمه وقيمتها ممكن تكون ايه؟ لا حاليا في احدى الشركات بتتكلم على اصدار بحوالي 400 مليون دولار، سواء بقى الاصدار هيبقى جوه مصر او بره مصر او هيبقى ديول ليستنج، ولكن هو في الاخر بيتكلم على مشروعات موجوده هنا جوه مصر، مشروعات خضراء، وبالتالي ده برضه هيكون اضافه مهمه جدا. متوقع انت دكتور عمران؟ مش عارف الحقيقه، بس يعني احنا كنا بنحاول نلحق قبل نهايه السنه، ولكن واضح ان الامور بتاخد بعض الوقت، يعني احتمال في الربع الاولاني بحد اقصى النصف الاولاني من هذا العام اذا ما تم لهذا الاصدار ان يرى النور. رقم كبير الحقيقه، 400 مليون دولار. اخيرا كم شركه من شركات الاسباك تقدمت لل؟ عندنا شركه وحيده يعني تقدموا بشكل شبه رسمي، هيبداوا يبعتوا الاوراق وعمليات التاسيس بتتم، وده هتبقى اول بدايه لشركه لشركات بغرض الاستحواذ، وبعدين نشوف نقيم التجربه، واعتقد دي هتبقى حاجه برضو مهمه لموضوع متعلق برواد الاعمال والستارت اب بزنس وخلافه.